لماذا اخترنا أن يكون تكون هذه الليلة في القواعد الأربع؟ إنه ما كان القواعد الأربع. نصيحة العلماء، لأن العلماء نصحوا بدراسة هذا المتن المختصر. سجزاني بارن ديا هيفسا أبيم نروما بالالانا ني تونيانا رشيكا نيامنيكا بوبي ني ريو فوتسا نكيفس ناي رو فورميلا نكيفس نا قواعد الأربع. ولأننا طلاب. سجزكم بارن ديا بيانا. الطالب لابد يرجع إلى الطريق الذي خط لنا العلماء حتى نصل إلى ما وصلوا إليه. سنويل بيانا شمبالان دي تكوني هنديهم لالنا زاي نراهن ريوما نبالانا إشكتاج كزاني عبن لالنا مهيتي زاي تدياهو مفنو الإسلام فلا يمكن أن أطلب العلم على ما أحب، لابد أطلب العلم كما سار السلف الصالح. سنويل شمبالان شمتا تفعلانا عم زيفو مفجيتشيكا فانتا تفعلانا عاركا نريو زي تدواتشيكا ننارك ني فوند مبنى رسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سيدنا فيرو صحابه و تابعينا سيدنا تابعين تابعينا ومن سار على نهجه. هذا المتن المبارك فيه اقسام ثلاثه. فيزان بعد ما قسقسك انزال ما تنزال زنوي له قواعد الاربعين دي الشجران التين مره المقدمه زنوي دي تنفق دي مره. ولماذا ندرس التوحيد؟ علينا ومر ما تمسكني أنا تنزل التوحيد يعني. والقواعد الأربع هذا القسم الثالث. علي يريو قواعد الأربع نائر فورمي أنا كيف تصح زي ورسالة ساتش كيف نعم.